السلام عليكم، معكم محمود. مجالات العمل كتيرة في روسيا، ومعظم مجالات العمل دورك فيها بيكون غالبا يا إما خدمات يا إما مبيعات. خدمات بكل أشكالها بقى، في الأغذية، في إصلاح أشياء، في كول سنتر خدمات. يا إما مبيعات، بتبيع حاجة أو بتعمل جزء من مرحلة المبيعات. فسواء خدمات أو مبيعات، بيبقى المبدأ الأساسي اللي معظم الأماكن بتطلبه منك هو الآتي: تسترخص وتلخص وتخلص. تاني: تسترخص وتلخص وتخلص. يعني ايه تسترخص؟ مش تسترخص يعني مثلا تجيب لهم بضاعة رخيصة وتبيعها مثلا، او تسترخص حاجة وتروح مركبها. لا، لو بتعمل خدمة يعني او كده. لا، تسترخص يعني ايه؟ مش بالمفهوم المعتاد ده. لا، هو تسترخص هنا معناها ايه؟ ان انت تشوف الحاجات المرخص لك انك تقولها وتقولها. اي حاجة مرخصة، اي حاجة تبيع. يعني هتحكي حاجة عن نفسك ممكن، دي حاجة. لو هم رخصوا لك في الشغل، دي رخص. يعني تسترخص يعني تعمل رخصة، مش حاجة رخيصة. فرق كبير. يعني في واحد كان راجل مدير كبير يعني في المبيعات زمان، كان يقول لي ايه، استنى بس عشان نعدي الحتة اللي فيها الكلب دي. لا بص بقى، الكلب المرعب ده، الكلاب هنا بتخوف. ما كانش بيؤمن بحتة ايه، بيع لي الألم ده. يقول لي ده كلام فارغ، ايه بيع لي الألم؟ واحد عايز يكتب دلوقتي هشتري منك الألم، لو قلت له الألم ده بسعر مبالغ فيه هيقول لك ان شاء الله ما كتبت. يعني قال لك يعني حكاية مثال الألم ده، هو ما كانش بيعترف بيه، وانا كمان ما بعترفش بمثال بيع لي الألم ده او سوق لي الألم ده. المثال ده يعني قال ايه، ده فاسد يعني، او مش ابليكابل، ما يركبش. لكن في مثال تاني كان بيدهولي، كان يقول لي الكتاب اللي قدامي او المجلة اللي قدامي طلع لي فيها 100 ميزة تنفع تتقال للي هيشتري. طبعا 100 ميزة ده كتير، بس هو كان بيبالغ يعني. كان بيقول لي ان شاء الله 7-8 مزايا بس، يعني 100 كتير بس يعني اديني مزايا، بشرط تكون مزايا حقيقية صادقة. فالناس يقول لي مثلا ايه، طب ايه الفرق، بيع لي القلم ده ولا بيع لي المجلة دي ولا بيع لي القميص ده، بس بيقول لي مزايا بتاعته مثلا، طلع لي مزايا. لا، هي تفرق كتير انك تلاقي مزايا حاجة اللي هيبيع يروح يقولها، مش انت اللي هتقولها، بس انت استكشف المزايا، لان حضرتك مش دورك مثلا المبيعات، ممكن يكون دورك مش المبيعات. فهو الراجل عايز كده، عايز المنتاليتي دي، يقول لك انا عايز اديك منتج طلع فيه المزايا الصادقة، الحاجات اللي ينفع تتقال وبس، ومالكش دعوة بقى ايه، بيع لي القلم ما بيعليش القلم. افرض يا عم اتشقلبت وما اشتريتش منك القلم، تبقى انت كده صرت في الامتحان. لكن يقول لي اما يكون الامتحان طلع لي المزايا، والمزايا دي تكون حقيقية ومقنعة، او انا شايف انها مقنعة، خلاص. لو قلت لك قول لي اي 5 مزايا، طلعت 5 مزايا، خلاص عديت، نجحت، تعال اشتغل بقى. يعني بيقول لي في الاخر البيع ده حاجة من عند ربنا، يعني رزق. بتفرق فيها بقى شكلك، مزاج الراجل اللي بيشتري، شكل المنتج بقى كان ساعتها عامل ازاي، ساعة البيع، طريقة العرض، حاجات كتيرة بتبقى فاكتورز احيانا بتبقى خارجة عن ارادتك انت كبائع، فمالكش دعوة بيها قوي. قال لي لكن اللي ليك دعوة بيه، او اللي انا بيقول لي بقى، انا كمدير مثلا مبيعات ليا دعوة بيه، ان انا اللي قدامي بيعرف يفهم المنتج اللي هو بيبيعه، مش عايز يبيعه وخلاص، مش عايز يضحك على الزبون وخلاص. بس هي دي كانت الفكرة. فاما حد يجي يقول لك استرخص ولخص وخلص، اعتقد الناس احيانا بتفهمها غلط، وبتبقى فكرها ان هي عايزه تلبس وخلاص اللي قدامها البيع. لذلك في ناس كتير في روسيا شغاله في المبيعات،
ما بتعمرش. ناس كتيره بتقعد فتره قليله بعد كده يمشوهم يقولوا لنا عادي، يقول لهم ده انا جايب تارجت وبتاع، يقول لا معلش اسفين. بتبقى جالهم فيدباك كتير من على من عندك انه بيقول حاجات مش حقيقيه، او مبيعاته ممكن جايب التارجت بس مفيش الكواليتي اللي هم عايزينها. ايه الكواليتي اللي هم عايزينها؟ اشرحها لك في حلقه ثانيه. يعني مش مهم انك بتبيع بس، في ناس بتركز او الشركات الكبرى يقول لك لا الكواليتي في سيلز، ده برضو بتبقى بناء على بعض الفيدباك اللي جاي من الناس. وخلصت الحلقه، يا رب الكلام يكون واضح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.